هنا واحد اتحرك في اوضه فوق، مش عارف هو واقف على الباب ولا لا. قلت اطلع احدفها له على الباب يمكن واقف عليه. طلع واقف فعلا، وهنا تلاتة بشوا عليا، فسمعت صوت واحد جه وقف في حتة أنا مش عارف اسمها، هتشوفوها دلوقتي. استنيت سمسمة تسخن وطلعت رميتها له ودخلت تاني، طلع يضرب عليا لبسها. غيرت البيت وسمعت صوت صاحبه هنا ورميت له سمسمة نوجته، واسمعوا كده. سمعت صوت التالت في نفس المكان اللي أنا مش عارف اسمه، طبيعي لو أنا في البيت ده هياخد سرد من الناحية الشمال، بس أنا مش متأكد هو موجود ولا لأ، بس بالعقل كده الناحية الشمال أفضل له، قلت أجرب. طلع موجود فعلا، وهنا سمعت صوت واحد نط على السطح، فتحت سمسمة وصوت وأصار رجله بيقوله إن هو فوق الشباك ده، بوم طخ زربو قمت مديله. وهنا جبت صاحب ده وشكله حالف ما يسيبني، عملت نفسي خايف علشان ابعد وافتح سمسمه وما يسمعهاش. يا دماغك الذريه يا تعطيعه، جاي وعامل عنتر جبنه قمت عامل معاك جلاشه. وهنا كان في ثلاثة في الاوضه اللي تحتي، كنت منوك واحد منهم، فواحد بيرفو والتاني بيكفرهم، اكيد بعد ما اجيبهم هقول احي اوبح خالص، وطبعا هستنى تشوفوا الكلمه سج. وهنا كان في تيم في البيت اللي جنبي، فتحت سمسمه وبصراحه مش محدد مكان حد، قلت يمكن حد يجي، لقيت فعلا حد جاي بس بباجي، اسيبه طب اجري؟ قمت مديله فولو لايك واكسب لور.